ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة المرحومة الله يبشرها بالجنة اللهم يا ربي إنا قد نزلت بك وخلبت الدنيا وراء ظهرها وافتقرت إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقها ولا تبتريها في قبرها بما لا طاقة لها به وألحق بنبينا عليه الصلاة والسلام اللهم يا ربي إن كانت محسنة فاز بإحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعدا أغفر لنا ولا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رب اغسلها بماء وثلج وبراد وارقها من الخطايا كما انقتل الأجداد من الدنس اللهم يا رب اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلوا يا رب حفرة حفر النار اللهم يا رب من كتابها ويسر حسابها وتقل ميزانها بالحسنات وأسكنها في وسط الجنان وارزقها جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الله يجعلها في جنات ونهار في مقعد صدق عند مالك مقتدر الله يجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم يا رب ارحمها وارحم جيلانها وارحم جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات والسدريس والإخوان ديالو والعائلة نعطيهم الصبر والأصدقاء صبر الأنبياء صبر الذاكرين صبر الخاشعين صبر الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وليدات المرحومة الله يتويهم لا ألم بينهم لا يجعل بينهم مودة ورحمة والحضور الكريم لحسب المحسنين يجعل جنة الصابرين وسيدنا الله ينصره اللهم انصره ولا تصر عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ببركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.